مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن إغلاق سوق الأسهم ينضم معنا عبر الهاتف محمد الشميمري المستشار المالي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، أرحب بك بالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. السوق يتحرك خلال يعني هذا الصباح وحتى الآن نحو تراجعات ثم يعني اتجاهات إيجابية في بداية التداولات حتى الآن، ما هو تقييمك لأداء السوق خلال تداولات اليوم؟ ما في شك أن من بداية دخول صناديق المؤشرات بدأت الخميس، واليوم دخلت صناديق المؤشرات فوتسي راسل والسنبي داو، اتضح إيجابية السوق. السوق باتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط، اختراق منطقة القمة السابقة 8670، يعني إذا لكنا نستحدث منطقة مناطق 9000 إلى 9200. بلا شك ما حصل محفز قوي للسوق، شهدنا ارتفاع قيم التداول وكميات التداول بداية من يوم الخميس. اليوم مع افتتاح الأسواق العالمية وشراء مؤشرات الصناديق، كان السوق قبل المزاد أغلق عن 8609، بعد المزاد أغلق عن 8653، أي بارتفاع 43 نقطة وارتفاع 1%. القيمة زادت قبل المزاد، كانت 3.5 مليار، زادت بعد المزاد إلى 3.6 مليار، والكميات زادت من 155 مليون سهم إلى 159 مليون سهم بعد المزاد، يدل على إيجابية أثر دخول المؤشرات العالمية للسوق السعودي، سواء بزيادة الكميات أو بارتفاع السوق، وهذا محفز كبير. نعم أستاذ محمد. أستاذ محمد، إلى أي مدى قد نرى حركة قوية وزيادة في مستويات السيولة، خاصة في أسهم الشركات التي انضمت يعني هي كانت في البداية لهذه المؤشرين؟ حقيقة واضح أن استهداف سواء تداول أو هيئة سوق المال لدخول المستثمر الأجنبي، وأن هذا فقط بداية لدخول المستثمر الأجنبي، وأن السيولة التي يتوقع أن تدخل السوق ستتجاوز 20 مليار دولار، وهذا يعني بلا شك إيجابية. كان السوق يعاني من ضعف التداول، ولذلك لم نستطع أن نخترق مناطق مهمة وتراجع منها السوق. في الوقت الحالي مع ارتفاع قيم التداول ودخول هذه السيولة، أتوقع أننا سنشهد مستويات جيدة للسوق، وخاصة أننا قربنا أن ننتهي من نتائج الربع الرابع. يعني أتوقع خلال آخر شهر مارس طبعا سينتهي كل الشركات التي لم تعلن، عدد الشركات التي لم تعلن حتى الآن 90 شركة، بينما أعلنت 87 شركة بارتفاع 12% عن المماثل. بعد هذا سينتهي الربع الأول ويبدأ المحفز الآخر، وهو نتائج الربع الأول ستبدأ في بداية شهر أبريل حتى نهايته. نرى حركة قوية وزيادة في مستويات السيولة، خاصة أن الاستثمارات ستدخل ستنشط بعض السيولة يعني بالتدفقات النقدية في مستويات السيولة، خصوصا في أسهم الشركات أيضا التي انضمت لهذا المؤشر. صحيح، احنا شفنا حركة على الشركات القيادية للاتصالات السعودية، ارتفعت أكثر من 3%، بنك الرياض 2%، الفرنسي 3% بعد صفقة يوم أمس، معادن 2%. حقيقة يدل على استهداف هذه الصناديق إلى شركات ذات يعني قوة ومحركة للسوق، وهذا يعتبر محفز قوي. نعم أستاذ محمد الشميمري المستشار المالي، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.